يا صاحبي يا زلمة انت امتى بدك تكبر؟ فهمت بدي اكبر يا زلمة، مش كبير انا، يمكن اكبر منك انا. لا لا حبيبي، بس انت بس تحكي على طول بحسك صغير. ايه ما لانه مهضوم انا هيك، كيف بقول الاشياء مهضوم يعني مش هيك. لا لا حبيبي ما عم بحكي، في فرق بين الهضامة والفهم، هذا شيء تاني يعني. لانه انا شباب لكي وهيك يعني، بتعرف شو اسمه ببين علي، بس بتعرف شغلي مثلا انا كل علاقاتي على مستوى كبير. يا خيي ايه علاقات على مستوى كبير، بس تصرفاتك هيك على مستوى صغير. شو عم تحكي يا زلمه، انا صار لي تاريخ سنين بالشان العام يعني، انا اتبعت سناني بالشغل. ما هي انا على طول بحس انت ليش انت فرمت يعني سنانك بعد؟ خازم شو بك، ما انا اذا بدك يمكن اكبر منك انا، بلغة كتير اكبر منك انا. ايه يا حبيب، بس المشكله مش هون، المشكله بمحل تاني. شو وين المشكله؟ قد ما تكبر انت بتضلك بعيني صغير والله. ايه وخاصه بس تحكي.